الخبر وكالعادة نمدو إحصائيات فيروس كورونا بالجزائر. سجلت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسعة وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما تمثل 98 مريضا للشفاء. العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10810 حالة، أي ما يمثل نسبة 24 حالة لكل 100,000 نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 760، وعدد الحالات التي تمثلت للشفاء 7420. تشاركنيش في موجز الأنباء اليوم؟ نقدر نشاركك. استنكرت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء، وباء كوفيد 19 تصريح مديرية المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية بعد تلاعبها بالأرقام اليومية عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. واعتبرت اللجنة العلمية تصريح المديرة الإقليمية تجاوزا لصلاحياتها، كما رفضت هذا التصرف شكلا ومضمونا. هذا هو يقول البيان. ولم يذكر البيان تفاصيل استنتاجات منظمة الصحة التي أثارت غضبا جزائريا، لكن بعض وسائل إعلامية دولية نقلت البيان لمديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشي ديسيو مواتي الجمعة الماضية، وإن كانت تعتبر فيها أن الجزائر واحدة من بين ثلاثة دول القارة السمراء إلى جانب جنوب إفريقيا والكاميرون التي تعد بؤرا للوباء بالمنطقة. قررت زميلة أميرة، قررت الحكومة رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية كما شبونس كاملة ابتداء من نهار اليوم، وتعديل توقيف هذا الإجراء في باقي الولايات المتخذ يعني في إطار محاربة فيروس كورونا بالطبع. نعم، وللتذكير لأهم القرارات التي اتخذت في هذا الموضوع يوم أمس، يتعلق رفع الحجر المنزلي الكامل بالولايات الآتية: تمن راس، تندوف، إليزي، سعيدة، غردايا، نعامة، البيض، تيارت، قالماس، كيكدا، جيج، المستغانم، تبسات، لمسان، عين تيموشن، الطارف، تيزي وزو، عين دفلة، واميلة. ويخص تعديل توقيت الحجر المنزلي من الساعة 8 مساء إلى 5 صباحا 29 ولاية، أي بومرداس، وقهراس، تسمسيل، الجلفة، معسكر، أم البواقيباتنا، البويرة، غيليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، شلف، سيدي بالعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازا، ورقلة، بشار، الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، لغوات، والوادس. اعتقل الناشط والمعتقل السابق زهير قدام لتوه اليوم أمام منزله في ولاد فايت من قبل الأجهزة الأمنية. ووضع الناشطون مرزوقي تواتي، يانيس أتجيليا، وعمار بري قيد مذكرة توقيف المثول الفوري، وأجلت المحاكمة إلى 17 من الشهر الحالي على الساعة 2 مساء. كان هذا آخر خبر في موجز أنباء نهار اليوم. نولو لعدد مرة نشتكتنا.